تحية رياضية بعثها لكم من برنامجكم ريبلاي على دوزم. وفي العناوين: أقاليمنا الصحراوية تعيش على إيقاع تنمية رياضية كبرى على مستوى كرة القدم. القرقرات وبئر الجندوز يتعززان بملعبين من الجيل الجديد. الوداد والرجاء في بحث متواصل عن بطاقة التأهل لربع نهائي تشامبيونز ليج. حصيلة الفريقين نرصدها تقنيا رفقة ضيف العدد. وكرة القدم النسوية بتألق محترفات إفريقيات، بصمة واضحة في صفوف عدد من الأندية التي تراهن على التعاقد معهم. والبداية كالعادة بالحدث. والحدث إطلاق أشغال تهيئة ملعبي القرقرات وبئر الجندوز تم بحر الأسبوع الجاري بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد. أنس فوبار يرصد لنا النهضة الكروية التي تشهدها الجهة على مستوى الملاعب بعدسة نزار بوحوث. تحول كبير شهدته الأقاليم الجنوبية لبلادنا خلال السنوات الأخيرة في كل المستويات، والبنية التحتية الرياضية جزء من هذا التطور، فالمغرب يدرك جيدا أن الرياضة رافعة للتنمية، لذلك أولى لها اهتماما خاصا بجميع ربوع المملكة. بالأقاليم الجنوبية مجموعة من المشاريع الرياضية أنجزت في الأعوام الماضية وأخرى في طور الإنجاز، آخرها 4 ملاعب بمواصفات عالمية بجهة الدخل ودي الذهب. ويتعلق الأمر بملعب بمنطقة القرقرات وآخر بمركز بيرجندوز، بالإضافة إلى ملعب بقرية العرقوب وملعب كبير بالداخل سيرى النور قريبا إن شاء الله. لماذا لا أتعزز النتائج اللي كعرفها المغرب، المنتخبات المغربية على جميع الأصعدة، وتكون إن شاء الله لبنا في إطار تسويق يعني المغرب وفي إطار تسويق بلادنا أحسن تسويق. أشغال تهيئة ملعبي القرقرات وبيرجندوز انطلقت بحر هذا الأسبوع، مشروع سيتم تنفيذه على مدى حوالي 10 أشهر، ويهم تكسية الملعبين بعشب اصطناعي من الجيل الجديد بكلفة مالية تناهز 9 ملايين درهم لكل ملعب على حدة. ملعب ممتاز، ملعب اللي غادي ينفع الشباب المنطقة وغادي ينفع في التنمية اللي هي موجودة هنا في المنطقة وعدة مشاريع كبرى اللي كاينة. تطور البنية التحتية الرياضية بالمغرب لم يأتي وليد الصدفة بل بعمل مخطط له، فبلادنا تدرك جيدا أهمية الاستثمار في البنية التحتية. دوريات اللي غادي يعملوا هذه الفروق هذه من بيرجندوز للعرقوب للدخله من هنا مع الاشقاء ديالهم الموريتانيين او لا، هذا غادي يكونوا قرابين وغادي يسهل عليهم الماموريه، يلقاو الشباب فين يلعبوا وفين يفرخوا المواهب ديالهم. اذا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عنده مشروع كبير اللي هو البنيه التحتيه اللي كيسهر عليها. أخبار سارة إذا تلقاها أبناء الأقاليم الجنوبية الشغوفون بالمستديرة، فهذه الملاعب تعد مكسبا حقيقيا لكرة القدم المغربية، وستعزز بلا شك مكانة البنية التحتية الرياضية بالصحراء المغربية. هي ملاعب من الجيل الجديد ستوضع رهن إشارة أندية الجهة من أجل تطوير اللعبة بأقاليمنا الجنوبية، والنموذج نرصده من فريق مولودية الداخل الذي يمارس بالقسم الأول هواة شطر الجنوب. التفاصيل معك محمد القردة بكاميرا نزار بوحوت. نادي مولودية الداخل الفريق الأول للمدينة الممارس بأقسام الهواة يستعد لاستقبال مولود جديد بالمدينة، مركب كبير يتسع لقرابة 15,000 متفرج سيرى النور مستقبلا وسينضاف للبنية التحتية بأقاليمنا الجنوبية. هاد الملاعب حنا كنرحبوا بهم وكنرحبوا بالملعب ديالنا اللي غادي يكون في الداخل ان شاء الله، اللي الحمد لله لا خوف عليه بان كاين بلاد منطقة متدربين متمرسين الحمد لله، كاين شباب طاقة شابة دابا طالع الحمد لله لا من الأقسام التقنية ولا من عصبة الصحراء اللي كيتريس احمد زين، الحمد لله كاين طاقات الحمد لله البارزه الحمد لله، وقاد اللي كيخصها كيخصها هذه البنيه التحتيه. مركب الدخلة الذي سيتم تشييده على مساحه تقارب 50 هكتارا بعشب اصطناعي سيضم ملعبا ومجموعه من مراكز التكوين، مركب ينضاف الى مجموعه من الملاعب باقاليمنا الجنوبيه.
هاد الملاعب هذه كتجي يعني فواحد المجموعه من مناطق الجهه، خصوصا منطقه الحدوديه كركارات، كذلك اقليم اوسرط واقليم وادي الذهب. بطبيعه الحال لا احد يخفى عليه الدور المحوري الذي تقوم به هذه الملاعب هذه، سواء للقرب سواء الملعب لي غون فوت، لا في التباري بين ولا في استقطاب مجموعه من الفرق يعني الاجنبيه. هذا وتحرص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مواصلة برنامجها المتعلق بتهيئة الملاعب في مختلف ربوع المملكة، والهدف تسريع وتيرة التنمية بها والتعريف بمؤهلاتها التنموية. ويحضر معي في الاستوديو رئيس تحرير جريدة الصحراء المغربية حسن العطافي. سيد حسن، مرحبا بك. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. مرحبا سي حسن، اكيد هي مبادرة وخطوة انتظرناهما كثيرا، اوراش رياضية باقاليم من الجنوبية الصحراوية، يجسد مرة اخرى الاهتمام الكبير للجامعة، جامعة الكرة، بتطوير هذه الرياضة، وايضا هو امتداد لما تعيشه كرة القدم الوطنية من نجاحات. وفي حقيقة الامر هذه التدشينات وكل هذه المنشآت الرياضية التي ستنعم بها المناطق الجنوبية للمملكة تدخل في إطار دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. بطبيعة الحال يعني كان منتظر أن المغرب يشهد في أقاليمه الجنوبية منشآت رياضية، لكن كانت هناك أيضا أولويات في تدخل في إطار يعني الجيو استراتيجي للمنطقة، ولكن يعني الإعلان عن انطلاقها يؤكد أن المغرب مستقر في منطقة تشهد مجموعة من القلاقل، ولكن هذا دليل على أنه المغرب استتب له الأمر في أقاليمه الجنوبية ويضبط الأمر جيدا، وأنا أمل في أن تكون هذه المنشآت الرياضية يعني بادرة خير لتنمية الرياضة بشكل أكبر في المناطق الجنوبية، بحكم أن هناك إشارات من المناطق الجنوبية على أن هناك طاقات واعدة. نعم، وعلى الحديث عن الطاقات الواعدة، أكيد كما قلنا المشروع يندرج في سياق الدينامية التنموية التي يشهدها المعبر الحدود القرقارات، دعم الممارسة ممارسة كرة القدم، توسيع القاعدة، اكتشاف عدد من المواهب التي تزخر بها المنطقة والجهة، وأيضا النهوض بأوضاع الأندية الممارسة في الأقسام أقسام كرة القدم. بطبيعة الحال يعني كان هناك مشكل بالنسبة للفرق وهو المنشآت الرياضية، يعني بغض النظر عن الإمكانيات المادية التي تتطلبها التنقل بالنسبة للفرق التي تلعب على مستويات كبرى، كانت هناك منشآت رياضية لأنه المنطقة شاسعة، وبالتالي يجب أن تكون هناك عديد من المنشآت الرياضية لتسهيل التكوين، لأنه الأهم من هذا كله هو التكوين. يعني بطبيعة الحال لما تكون المنشآت الرياضية متعددة ولو كانت بسيطة ولكن متعددة، ممكن أن تساهم في تكوين أجيال اللي ممكن أن تدعم ليس فقط فرق المنطقة ولكن تعزز المنتخبات الوطنية، لأن هذا هو الهدف الأساسي، هو أنه المنتخبات الوطنية هي منتخبات للمغرب كله، وهذا يثلج الصدر لأنه بطبيعة الحال سيشكل أيضا متنفس حتى الفرق المغربية في التي تشارك مثلا في منافسات القارية. لما تكون هناك منافسات قارية خارج فترة البطولة، ممكن أن تقيم معسكرات هناك، وهذا جانب مهم جدا، وأيضا جانب مهم حتى للمنتخب الوطني مستقبلا إن شاء الله. أكيد، ربما تتحدثنا عن الفرق والأندية الوطنية، ملعبان من الجيل الجديد في انتظار أيضا صرح كبير، وملعب كبير في القرقارات وفي الجهة، الآن أصبح ممكن الحديث عن مباريات المنتخب الوطني الأول في هذه الجهة. بطبيعة الحال يعني هناك جانب، يعني وأنا تحدثت تقريبا بداية الألفية عن أن تنمية الرياضة مسؤولية الدولة. اليوم يعني جاء الدور يعني أو أن الدولة تقوم بدورها فيما يخص المنشآت الرياضية، ولكن يجب أن القطاع الخاص أن يواكب هذه المسألة. إقامة مباريات المنتخب الوطني تتطلب أيضا منشآت فندقية، تتطلب تجهيزات لاستضافة ليس فقط الأطراف المتبارية ولكن أيضا الجمهور، لأنه الجمهور المغربي ينبغي أن نهتم به
وأن نقيم له أين يقيم في وشاهدنا أن الجمهور المغربي لم يعد أمامه هناك حاجز، لا بعد مسافة ولا بعد حضوره في قطر، حضور جماهير الرجاء والوداد خارج أرض الوطن يؤكد أن كرة القدم يعني لها دعم أساسي هو الجمهور، يعني تعزيز المنشآت الرياضية بمنشآت سياحية وفنادق وما إلى ذلك. يمكن أنه في الغد أن نشاهد مباراة للمنتخب الوطني، والمنتخب الوطني منتخب المغرب كله، فإن كان في شمال المملكة أو جنوب المملكة فهو مؤازر و يعني من طرف الجماهير أكيد المغربية، وذلك أصبح قريبا وممكنا نتمناه في أقرب الأجل. شكرا لك حسن العطافي، أنت رئيس تحرير جريدة الصحراء المغربية، شكرا لك على الحضور وعلى التوضيحات. شكرا. ولأن كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم والمغرب، فالجماهير المغربية بمدينتي العيون والداخل العزيزتين أبدت حول الأوراش المفتوحة رأيها، الأوراش المفتوحة بالجهة للنهوض بقطاع المستديرة هناك. نستمع. مدينة الداخلة ستشهد في قادم الأيام إن شاء الله إنشاء مجموعة من الملاعب، ملاعب القرب لملاعب الكبيرة تحت تصنيفات الفيفا، فهذه الملاعب هذه غتحاول انها تنشا واحد الديناميه رياضيه واكتشاف مجموعه من المواهب الكبيره اللي كتعرفها المنطقه، الشيء اللي غيساهم بانها غتكون واحد الديناميه رياضيه في الاقاليم الجنوبيه. طبعا خلق هذه الملاعب ملاعب القرب سيهدف الى تعزيز البنيه التحتيه الرياضيه، ما سيؤدي طبعا الى إنعاش المجال الرياضي وكل ما يتعلق بالشباب في هذا السياق. تم إعطاء الانطلاق لبناء ملعب مواصفات دولية في القرقارات، وهذا أمر يعني إحنا كأبناء هذه المنطقة وكصحفيين كنرحبوا به وكنشيدوا به، لأنه يعكس الاهتمام ديال الدولة بالبنية التحتية الرياضية في المنطقة هنا، وهذا كيزيد يحفزنا على انه نعطيو اكثر في المجال الكروي والرياضي بخصوص في الاقاليم الجنوبيه. اليوم الصحراء كتعرف والاقاليم الجنوبيه خصوصا والجهات الجنوبيه الثلاث كتعرف واحد القفزه نوعيه في البنيات التحتيه على المستوى كافه الرياضات وعلى راسها كره القدم. احنا اليوم في البوليغون اللي كيضم 18 ملعب، واخيرا تم تدشين اكبر ملعب اللي غادي يكون في القرقارات. الكره داخل جهات الداخلة وخاصة في النقطة الكيلومتر القرقارات اللي عارف التطور ملحوظ، كما كتعرفوا يعني الأقاليم الجنوبية عاد فيها عدة مشاريع كروية أيضا في مدينة العيون وأيضا مدينة يعني مدينة السمارة ومدينة مدينة الداخلة التي عرفت هذا الملعب. واللحظة نتوقف مع قراءة في الصحف واستقبل أنس فبار الذي يرصد في هذا العدد أبرز العناوين التي تطرقت أنس للأوراش المفتوحة في أقاليمنا الصحراوية وأيضا تشامبيونز ليج. فعلا جيان، أهلا بك وأهلا بجميع المشاهدين الكرام، والبداية ستكون بهذا العنوان من موقع جريدة الأخبار: ملعبا القرقارات وبير القندوز بداية لمشاريع رياضية ضخمة بالأقاليم الجنوبية. الموقع ذكر أن إطلاق الأشغال بالملعبين المذكورين يأتي في إطار مجموعة من المشاريع الرياضية التي سترى النور بالصحراء المغربية قريبا، والهدف من هذه المشاريع تسريع وتيرة التنمية والتعريف بمؤهلات الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما تطرق إليه كذلك موقع جريدة الأحداث المغربية الذي قال إن هذه المشاريع الرياضية تروم إلى تطوير ممارسة كرة القدم بجنوب المملكة والرفع من عدد ممارسي المستديرة ذكورا وإناثا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الفرق المحلية. إلى المشاركة القارية للأندية المغربية، حيث أطاح حامل لقب الوداد الرياضي بضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدف يتيمة، إلا أن هذا الفوز لم يقنع الأنصار، أسهم الانتقاد موجهة إلى المدرب التونسي مهدي النفطي، حيث قال موقع لوسيت أنفو إن نهج النفطي التقني يثير الغضب وعلامة استفهام كثيرة تطرح حول مردود الفريق منذ قدوم المدرب التونسي. هذا المدرب لم يقنع مكونات النادي الأحمر، الشيء الذي دفع إدارة الوداد لفسخ تعاقدها معه، وهو ما كشف عنه موقع البطولة عشية هذا اليوم، حيث قال إن الوداد تعاقد رسميا مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو خلفا للنفطي الذي تقلد المقاليد الفنية للوداد مطلع الشهر يناير الماضي،
غاريدو صاحب 53 سنة يعود إذن إلى البيت الودادي بعدما سبق وأن قضى به فترة قصيرة امتدت لستة أشهر عام 2020. أما الممثل الآخر للكرة المغربية بعصبة الأبطال فواصل عروضه القوية. موقع السفير عنوان ما قال له بنصر الرجاء يحلق عاليا في دوري أبطال إفريقيا بالعلامة الكاملة ويضيف حوريا إلى لائحة ضحاياه. الرجاء فاز بثنائية بيضاء ليعزز صدارته للمجموعة، فوز ثالث على التوالي وضع به الفريق الأخضر قدما أولى بمحطة الربع. أنس، من حيث انتهيت بتشامبيونز ليج والوداد والرجاء وتقريرك حول حصيلة الفريقين معا بعد إجراء ثلاث جولات بدور مجموعات دوري الأبطال، نتابع هذا التقرير. بعد غيابه في آخر نسختين الرجاء الرياضي يبصم على انطلاقة قوية بدور المجموعات وبالعلامة الكاملة في ثلاثة لقاءات. رحلة الرجاء بدأت باكتساح فايبرس الأوغندي بخماسية نظيفة كأكبر نتيجة مسجلة لحدود الساعة بمحطة المجموعات، ليرحل بذلك صوب الديار التنزانية لمواجهة نادي سيمبا. تاريخيا الرجاء لم يتلقى أي هزيمة قبل ذلك من الفرق التنزانية. الرجاء لم يخيب التاريخ وأكرم وفادة صاحب الأرض والجمهور بثلاثية بيضاء. وفي اللقاء الثالث أكد رفاق زنيت انطلاقتهم القوية بالفوز على حورية كوناكري الغيني، نتائج انتزع بها النسور لقب أقوى خطي دفاع وهجوم من بين 16 فريقا. ممثل الكرة المغربية الآخر الوداد الرياضي خاض مباراتين بعد تأجيل لقائه الأول ضد فيتا كلوب بسبب مشاركته المونديالية. حامل اللقب سقط بميدان شبيبة القبائل الجزائري قبل أن ينتصر بصعوبة بالغة على بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدف من علامة الجزاء. بأداء لا يطمئن ولا يقنع ظهر الوداد الرياضي في أول مبارتين بدور المجموعات، وأنصار الوداد دقوا جرس الإنذار مبكرا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، فالجماهير تمني النفس بتتويج فريقها بلقب أمجد المسابقات القارية للمرة الرابعة في تاريخ الوداد. وأرحب بضيفي في الاستوديو الإطار الوطني عبد الغني العثماني، مرحبا بك كوتش. أهلا بك جيهان وأهلا بجميع المشاهدين الكرام. كوتش، نبدأ بحامل اللقب، أول ثلاث نقاط وأول فوز له بدور المجموعات، لكنه فوز بشق الأنفس، فوز ربما مطالب الوداد الآن بتصحيح الأوضاع وربما تصحيح الأوضاع اليوم نقطة بدايته بتغيير المدرب غاريدو، عودة غاريدو، وربما حديث كبير عن تكتيك والجانب التقني لأداء الوداد مؤخرا. الوداد حقق الأهم، هو ثلاث نقاط، لكن الوداد مريض يحتاج إلى طبيب. يمكن نقول بأنه غاريدو هو الطبيب، ولكن أكثر من علامة استفهام على هذا الفريق، لأن منذ قدوم النفطي إلا كنشوفوا نتائج جد سلبية، وهذا كيرجع للنهج التكتيكي للمدرب، وبالتالي ما كاينش تغيير على مستوى التركيبة البشرية، ولكن كنظن بأنه الوداد محتاج إلى مدرب يعرف خبايا الفريق، يعرف تقنية اللاعبين، لأنه لا تغيير على يعني اللاعبين، ربما هناك يكون مدرب في المستوى ربما يعطي شيء كثير الروح للمجموعة طبعا الحال، لأنه المجموعة بكاملها ما كاينش تغيير، جل اللاعبين اللي لعبوا يعني مدة طويلة بالفريق الوداد البيضاوي هم نفسهم، ولكن نتائج سلبية. إذن هناك أشياء لا نعرفها، ربما في قدوم الأيام المقبلة تعرف أشنا هو الأسباب وراء النتائج السلبية. كنتمنى بأن فريق الوداد يرجع إلى سكة انتصارات، لأنه عنده جمهور كبير دائما كنشوفه وراء الفريق، من حق هذا الجمهور أنه يكون فريق الوداد بصحة جيدة، وبالتالي عنده باقي عنده الوقت، لانه عنده جوج المقابلات، بقى عنده مقابله ثالثه، ربما انتصار ديالو في هذه المقابله الثالثه مع فيتا كلوب غادي يرجع الى الصداره، وبالتالي انا متاكد بان فريق الوداد البيضاوي غير رجع الى سكه انتصارات وغير رجع الى سابق عهده. اكيد وسيخوض ربما المباريات المقبله بثوب البطل وهو حامل اللقب الرجاء هذه المره، رجاء تالق الرجاء، اسلحه الرجاء كثيره، جمهور
جمهور كبير ايضا على غرار الوداد، الهجوم الضارب لفريق الرجاء قيلت خابال هبطي بوزوق، وايضا المدرب لمسه المدرب في فريق الرجاء دائما ما نتحدث عنه. فعلا لان انتقادات كثيره يعني طالت للمدرب وللاعبين خصوصا خابة اللي منذ القدوم ديالو الى فريق الرجاء المضاوي لم نشاهد خابة الذي شاهدناه بفريق الجيش الملكي او بي اس في، وهذا جد عادي في كره القدم، ولكن كتبقى هي فقط مساله وقت لانه ثلاث مقابلات في يعني في عصبه الابطال ثلاث اهداف، وهذا كيبين بانه دائما اللاعب خاصنا نعطيه شويه الوقت باش انه يتاقلم مع اجواء ديال الفريق الرجاء المضاوي. اللاعب والمدرب ايضا النفطي صراحة لأنه المونديالييتو أعطاه واحد الوقت باش أنه يرتب الأوراق ديالو، لأنه كانت هذيك الفترة مهمة ومهمة بزاف، لأنه تغيير ديال واحد 80% ديال اللاعبين ديال الأجواء ديال الرئيس، كلها أشياء اللي كتخلي أن المدرب كيحتاج شي الوقت، وهذا كيبين بأنه فعلا المدرب هذاك الوقت خداه وبالتالي أعطاه نتيجة إيجابية. كنشوفوا نتائج إيجابية لا على مستوى البطولة ولا على مستوى عصبة الأبطال، العلامة الكاملة يعني ثلاث انتصارات من أصل ثلاثة ممكنة، نعم 10 أهداف لأول مرة يعني بالديار تنزانيا في دار فريق نعم. فريق مغربي أنه كيحقق انتصار، فهذا كيبين بأنه فريق الرجاء البيضاوي بصحة جيدة نعم. وبالتالي ونتمنى أن يعود للبوديوم وللتوهج القاري، ونتمنى أيضا أن يعود فريق الجيش الملكي وهو الذي عاد بقوة محليا وقاريا على مستوى الكاف والبطولة يعود للبوديوم أيضا. شكرا لك عبد الغني العثماني الإطار الوطني، شكرا لك على الحضور على كل التوضيحات. مرحبا، شكرا لك. اللحظة مشاهدينا مع أخبار محترفين بالخارج وأبرز المستجدات عودة نصير المزراوي للتدريب الجماعية لبايرن ميونخ وتأهل بلال الخنوس رفقة فريقه خينك البلجيكي للبلاي أوف من البطولة، هذه الأخبار وأخرى رفقة حمزة أيتم سعود. في صدارة الدوري البلجيكي يحلق بلال الخنوس رفقة ناديه جينك، النجم المغربي الصاعد يبصم على موسم ناجح رفقة ناديه منذ العودة من نهائيات كأس العالم، ويطمح لتحقيق لقب الدوري الذي يتحدد عبر مرحلة البلاي أوفس في نهاية الموسم. وعلى ذات منوال التألق أنس الزروري يعتلي صدارة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب، صاحب 22 عاما ساهم في الفوز الكاسح لفريقه بيرنلي أمام هادرسفيلد بأربعة أهداف للا شيء ليبتعد في الصدارة ب12 نقطة عن أقرب المنافسين. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل المدافع الدولي نايف أجرد تقديم أدائه الثابت رفقة ويست هام يونايتد المغربي الذي انقض على الأساسية شارك في فوز فريقه على نادي نوتنغهام فورست. عن ذات الجولة شارك حكيم زياش أساسيا في القمة اللندنية التي جمعت تشيلسي وتوتنهام، زياش الذي عاد للتشكيل الأساسي قبل أسابيع في مقابلات الدوري ودوري أبطال أوروبا قدم أداء ثابتا وترك الملعب في الدقيقة 60. وبعد شهرين من الغياب تدريب بايرن ميونخ الألماني تشهد عودة الدولي المغربي نصير المزراوي، نجم الأسود شارك في أول تدريب جماعي لهذا العام بعدما غيبته الإصابة جراء تداعيات كورونا منذ نهائيات كأس العالم الماضية بقطر. وعلاقة بأسود المهجر عزدين أناحي الذي تألق رفقة المنتخب الوطني بقطر يتحدث لبرنامج ريبلاي عن المواجهتين الوديتين لأسود الأطلس والطموح بكان الكوت ديفوار، وأيضا عن تكريمه من طرف أكاديمية محمد السادس التي بزغ نجمه منها، كل هذا في حوار لهشام غرفاوي مع لاعب مارسيليا الفرنسي بعدسة عبد الله دهنوش. أنت اليوم تعود إلى الأكاديمية اللي خرجتي منها، شنو كتمثل لك هاد العودة للأصول كما كنقول؟ الأكاديمي كيف تنعرفوا بزاف هي بحال العائلة ديالنا، يعني تنعيشوا هنايا تنقاو لا سمين كاملة في الأكاديمي، يعني أكثر من أكاديمي بحال واحد لافخاز اللي داروا في البداية ديال لا سيريموني هي بحال العائلة ديالنا، يعني اليوم باش نرجع لهنايا ونكون قدام دي كرون كوتش ديال ليكيب ناسيونال اللعابة لي زونسيان جوار ديال ليكيب ناسيونال، يعني افتخار ليا وشرف ليا وديما تيبقى ديما واحد الافتخار باش ترجع لهاد الاكاديمي ونهضر مع الدراري اللي كاينين هنايا. دونك جيسبر ك هاد تورنو هادي تعطي واحد الضوء لهاد المواهب اللي عندنا هنايا في المغرب ونشوفوا بزاف ديال المواهب في لي غون زيكيب في لوروب.
وناحي كيفاش كيشوف المقابلات اللي جايه ديال المنتخب مع البرازيل مع البيرو؟ لا غادي يكونوا سيدي ماتش اميكو، ولكن واحد لي ماتش اميكو لي امبورطون، يعني خصنا نلعبوهم كيف لعبنا لي ماتش قبل، ماشي ابخي لا كوم دي موند ابخي هادشي اللي كامل اللي درنا نهبطوا النيفو ديالنا ولا نقولوا صافي راه حققنا المبتغى كيف تنقولوا، ولكن دابا باقي قدامنا واحد لاكان اللي خصنا نبريباريوها. عندنا دو ماتش امبورطون في مود مارس، وراه غادي يكونوا عندنا لي كاليفيكاسيون ديال لاكان في مون جوان، دونك خصنا نبقاو في هاد لاليني هادي وفي هاد لو شومون باش ان شاء الله فاش نوصلوا لكوب دافريك نكونوا في كامل جاهزين. وكاين بعد لا كوب دي موند وصلتوا انتم دمي فيناليست في لا كوب دي موند، يعني شنو في لاكان فين باغيين توصلوا؟ ملي جات وصل دومي فيناليست في لا كوب دي موند، يعني لا كان اون با شوا، يعني المغاربه والشعب ديالنا تي ميريت كنجيبوا لهم واحد التروفي، يعني دابا لا كان غادي نلعبوا 200% اكثر من اللي درنا في لا كوب دي موند ان شاء الله، ونديروا بكامل الجهد ديالنا باش نحققوا لا كان. دونك سي سا لوبجيكتيف، فينال ان شاء الله، سي فينال نديو لا كان ان شاء الله نجيبوا المغرب. ميرسي بوكو. نتمنى ذلك، نتمنى الكأس القارية بإذن الله، كرة القدم دائما لكن مع النواعم هذه المرة. البطولة النسوية التي دخلت الاحتراف في السنوات الأخيرة أضحت تستقبل لاعبات أجنبيات في صفوف عدد من الأندية، والهدف إعطاء القيمة المضافة لبعض مراكز الخصائص. روبورتاج رضوان بعروق، التحرير لأسامة العبتي. هي واحدة من بين المحترفات الإفريقيات اللواتي تؤتتن البطولة الوطنية النسوية. اللاعبة فاتو عثمان ديوب تلقفت عشق المستديرة منذ الصغر عندما كانت تداعب الكرة رفقة الأولاد في موريتانيا، حيث لا وجود لفتيات كثيرات تلعبن كرة القدم، ليقودها بعد ذلك حلمها إلى المغرب وتتألق رفقة نادي اتحاد الفتح الرياضي. لقد لعبت مع نادي إفسي كامارا في موريتانيا، الفريق الأكثر تتويجا هناك في البطولة المحلية الموريتانية، وفي سنة 2019 ذهبت رفقة المنتخب الوطني إلى إسبانيا، حينها تمت دعوتي لاجتياز اختبار هنا في المغرب، فلعبت بعد ذلك رفقة نادي السزاق لمدة 3 سنوات، وفي سنة 2022 جئت إلى اتحاد الفتح الرياضي، فبعد صعودهم للقسم الوطني الأول اتصلوا بي للعب معهم. في ظل الشعبية الكبيرة التي باتت تتمتع بها كرة القدم النسوية في المغرب، فحضور اللاعبات الإفريقيات المحترفات في البطولة الوطنية من شأنه أن يساعد على الرفع من المستوى التقني لمباريات البطولة، إلى جانب منح اللاعبات المغربيات فرصة الاحتكاك بلاعبات تنتمين إلى مدارس كروية مختلفة. اللاعبات اللي كيلعبوا مع افريقيات الحمد لله كيقدموا واحد الدوره، كيعطيو واحد الاضافه للفريق، وهذا هو اللي كيخلي دابا كنشوفوا جميع الفرق المغربيه التجأت هاد اللاعبات الافريقيات اللي بكل صراحه كيعطوك واحد المعنويات داخل الفريق، وكيحصل واحد الحمد لله ملي كيحصل واحد انسجام بين اللاعبات المغربيات وبين الافريقيات، فهنا كتكون واحد التجاوب هو اللي ادى الفريق الفتح الرياضي باش يكون هاد السنه في موسم احسن. كرة القدم النسوية في المغرب اليوم تسجل تواري الأحكام السلبية، بل بات المغرب قبلة للاعبات الإفريقيات اللواتي تحلمن باحتراف اللعبة. وفي كرة اليد نقترح عليكم اليوم ملخصا لمباراة نهضة طنجة والجيش الملكي بالدورة 12 من البطولة الوطنية. المواجهة انتهت لصالح الفريق الرباطي المتصدر لمجموعة الشمال ب 27 هدفا مقابل 21. سيناريو المباراة رفقة المهدي إصوابن بعدسة فريد غيتو. لم ينهض نهضة طنجة من سباته العميق مع النتائج السلبية للمباراة السابعة على التوالي. فارس البوغاز تلقى الخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات، وتكبدها على يد الجيش الملكي المطارد المباشر لهلال الناظور متصدر شطر الشمال. قبل داس واحد الجو رياضي، كانت شوية تنافسية، هذه هي كرة اليد اللي خاص تتطور شي شوية بهذا المستوى اللي ولينا عليه. حاولنا نحقوا الفوز باش نبقاو ديما في المرتبة الثانية.
نهضة طنجة ظل في مقعده السابع بانتصارين فقط من أصل 12 مواجهة، واستسلم بميدانه بفارق 6 أهداف أمام قوة الزعيم. المقابلة دازت مزيانة، كنا موجودين داكشي اللي كنا موجودين، ما كشافش، كانوا شي حوايج ماشي هما هذوك في الماتش، ولكن الحمد لله كانوا مزيانين الحمد لله ربي الله يسخر. الهدف ديالنا هو أننا نمشيو مقابلة بمقابلة باش نوصلوا إن شاء الله بإذن الله للمرحلة البلاي أوف في ليفيكسيف ديالنا يكون كامل إن شاء الله، ونهديو فريق الجيش الملكي اللقب اللي كنتسناوه جميع مكونات الجيش الملكي. الجيش الملكي حصد فوزه 11 وألحق الهزيمة 7 بالنهضة، والحصة 27 مقابل 21 هدفا. والختام سيكون بعالم الويب رفقة أسامة العبادي. اليوم معك أسامة، أبرز الفيديوهات عن الوداد والرجاء بالشامبيونز ليج وفيديوهات أخرى، مرحبا بك. مرحبا بك وأهلا بك جيهان. إذا جيهان، مقطع الفيديو الأول سيكون من مباراة الوداد الرياضي وضيفه بيترو أتليتيكو، حيث رفعت جماهير الفريق الأحمر تيفو يتغنى بفريقهم، كما أنهم اختاروا ارتداء اللون الأسود، وذلك تزامنا مع ذكرى حادثة رادس. لنشاهد. وفي مباراة رجاء الرياضي وحروية كوناكري الغيني، جماهير نادي الرجاء خلقت الحدث وصنعت الفرجة والمتعة في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بتيف انطلق بكلمة حب وتغير إلى عبارة المزيد، لينتهي بصورة النصر الرجوي يمسك بكأس الأبطال، وذلك مع كلمة العودة أو التكرار. في مباراة الرجاء دائما ودوري الأبطال، الدقائق القليلة قبل بداية المواجهة شهدت تصرفا غريبا من لاعبي نادي حروية كوناكري بعدما رصدتهم العدسات في مقطع فيديو وهم يقومون برش مادة غريبة في شباك الرجاء. لنشاهد. الفيديو القادم للاعبي المنتخب الوطني، حيث التقى المهاجم يوسف أنصيري والحارس ياسين بونو باللاعب بلال خنوس، لقاء لم يخلو من عفوية أسود الأطلس. لنشاهد. أما مسك الختام فهو مقطع فيديو للصفحة الرسمية للنادي القنيطري والتي قامت ببث مباريات الفريق بشكل دائم، غير أن طريقة الإخراج الاحترافية والصورة جعلت الفيديو ينتشر على صفحات الرياضية في مواقع التواصل الاجتماعي. إذن جيهان، هي صور تضاهي كبرى القنوات العالمية المتخصصة في نقل المباريات الرياضية. أكيد أسامة، وتحية كبيرة للخلية الإعلامية لفريق الكاك الذي يقرب جمهور القنيطري من كل كبيرة وصغيرة. شكرا لك أسامة، أضرب لك موعدا الأحد المقبل. شكرا لك جيهان. وصلنا إلى نقطة نهاية ريبلاي. مشاهدينا، أضرب لكم أيضا أنتم موعدا الأحد المقبل، فكونوا في الموعد، لكن قبل ذلك نستمتع وإياكم بهذه الصور التي توثق لنهضة رياضية على مستوى المنشآت بأقاليمنا الجنوبية التي نتمنى لها دوام الازدهار والنماء. إلى الملتقى.